ليش دائما سن الأربعين دكتوره بنحكي عنه؟ هي نقدر نحكي مرحله انتقاليه وإحنا مش بس على رقم أربعين انه لما ندخل من بعد ال في كثير من السيدات بدخلوا بسن الامل، مبكرا يعني بصير إن عندنا انقطاع للدوره الشهريه، فهي بصير في تغيرات هرمونيه مختلفه لها دخل بزياده الوزن، نعم لانه مثلا في عندنا هرمون الاستروجين كتير اله دخل بهذا الشيء لما يقل افرازه مم نتيجه دخول سن الامل، بيعمل بعض التغيرات في الجسم. عامل تاني انه كثير من هدول السيدات يا بدخلوا بسن التقاعد المبكر مثلا، يا بكون في اطفال أطفال أه أه بتعرف لما الست يكون في اولاد صغار عم تركض وراهم يعني حركتها نعم. كتير كثير مختلفه فبهذا العمر بصير بعض التغيرات اللي بنقدر نحكي اجتماعيه أه تغيرات داخل جسمها ممكن تؤدي لزياده في الوزن نعم. هذا ما بيعني انه السيده بهذا العمر ما بتقدر تنزل وزن اكيد بتقدر بس بدها تنتبه لعده عوامل واشياء بنركز أه عليها لما نجاوب اسئلتك نعم بالنسبه للرجال هلا الرجال نفس الشيء كثير المشكلة الرجال مع العمر بصير في عنا دهون في منطقة البطن هلا هي شائعة عند السيدات وعند الرجال بس عند الرجال كمان أكثر خاصة إنه الشاب لما يزيد ساعات العمل عنده تناول الوجبات المختلفة مع العمر كمان بتقل الكتلة العضلية نعم. فهون هون بصير التركيز أكثر إنه الشخص حتى لو ما كان يلعب رياضة كثير مهم هلا يمارس الرياضة كوقاية طبعا لكثير أمراض وكوقاية من تراكم الدهون خاصة الدهون بنسميها خط خطرة اللي هي بنسميها الدهون الحشويه او البسر نعم. الفات مية بالمية. لانه في عندنا دهون تحت طبقه الجلد بمنطقه البطن وفي دهون حشويه نعم اللي هي بتكون حوالين الاعضاء الداخليه بالضبط نعم. حوالين البنكرياس والمعده هاي كلها بتسبب مشاكل طبعا يعني انا دائما بقولهم انه تراكم الدهون في منطقه البطن او الناس اللي بيحكوا الكرش يعني مش بس جماليا مزعج او الشخص ما بكون نعم. مرتاح صحيا صحيا كثير خطر نعم. يعني هذا اللي بدنا نفكر فيه اول اني انا لازم اتخلص من هاي الدهون لاحمي حالي لانه بس تتراكم الدهون في هاي المنطقه بتبدا مقاومه الانسولين نعم. مقاومه الانسولين ممكن تودي لسكر ارتفاع اليوريك اسيد نعم. يعني احنا دائما بالعيادات التغذيه اول ما نشوف حدا عنده 20 15 كيلو 30 كيلو زياده قبل ما نشوف فحوصاته متوقع انه يكون عنده لخبطه بالليبيد بروفايل بالكوليسترول قراءات الترايغلسرايد بدايه سكر برضه ملخبط لانه هاي كلها الدهون نعتبر زي كانه عائق يعني زي كأنه حملة زيادة على هاي الأعضاء إنها تشتغل بالطريقة الصح نعم نعم 100% وبجوز كمان دكتوره الفيزلر فاتس او دهون داخليه مم. كمان لها علاقه بالمتلازمه الايض اللي بيكون بيكون في مشاكل بالضغط والكوليسترول والسكري ايضا فبجوز بالزبط. الشخص لازم ينتبه لهذا الموضوع خصوصا بعد سن الأربعين صح هيثم تحكي الميتابوليك سندروم اللي هو بكون عندنا عده اعراض من مجتمع عند الشخص بنسميها كلها متلازمه الايض نعم. اللي هي دهون في منطقه البطن ارتفاع الضغط زي ما حكيت انخفاض الاتش دي ارتفاع ال دي ال هاي كلها بنسميها احنا متلازمه الايض واللي بنشوفها كمان مع العمر نعم طيب دكتور بتحبي ناخذ نعم. الاسئله تفضلي يلا السؤال السؤال الاول من مريم اوكي هلا مريم عم تسال عن الضغط والسكري اللي عنده امراض مزمنه مثل الضغط والسكري هشاشه العظام اه كيف بقدر اتخلص من الوزن الزائد مع السكر اوكي مع الشكر عفوا مع 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 الشكر اه صح <applause> مع السكر والملح هلا حتى لو الشخص عنده مشاكل صحيه هذا ما بيعني انه ما رح يقدر يع... يكون عنده مشكله في الوزن هلا ليش دائما احنا كتغذيه في ناس مثلا بدهم يروحوا يعملوا دايت بيقولوا لي ليش نعمل فحوصات بقولهم دائما هاي الاشياء لازم يكون معنا طبيب مشرف على الحاله لانه نعم. يعني في كثير سيدات مع مقاومه الانسولين او مع بدايات السكر ما بيزبط نستغني عن الدواء اللي واصفه الطبيب نعم. فلازم نتابع مع الطبيب لانه مثلا في ادويه ضغط كثير من الاشخاص بعد ما ينزل وزنهم بينزل الضغط عندهم بيضطروا انه مع الطبيب يخفف جرعه الدواء اذا كانت سكري او ضغط وهي كثير لازم يكون في متابعه هاي ملاحظه كمان مع مرضى الغده الدرقيه نعم بس يزيد وزنها بتتلخبط عندها فحوصات الغده بيضطر الطبيب يزيد لها الجرعه بس ينزل وزنها بتصير الجرعه ممكن اكثر فهون نعم. لازم يكون احنا مع طبيب بنشتغل لنوصل للطريقه بطريقه صحيه هلا بالنسبه لسيدات فوق سن ال40 تتركز على ثلاث نقاط مهمه بدها تحط أهداف واقعية لإنه بدها تعرف إنه بدناش نعمم بس فئة كبيرة من السيدات إذا دخلت بسن الأمل رح يكون نزول الوزن شوي أبطأ يعني, ما يعني لأنه دايما بنسمعها بعيادات التغذية انا بعمر العشرين او انا قبل لما اول ما بديت اتجوز او احرق أت... زي الصاروخ لا بعدين لا كان بس اوقف عشاء او بس اخفف شوي انزل وزني طب آه. انا ليش هلا ما عم بينزل وزني بدنا نعرف انه لما يقل هرمون الاستروجين بتزيد قابليه السيده انه تتخزن الدهون في منطقه البطن يصير في عندنا مشاكل صحيه فبدنا نحط اهداف واقعيه جميل جدا السؤال الثاني من سهى خلينا نشوف سؤال سهى نهاركم سعيد هل صحيح خساره الوزن بعد 40 هذا اللي عم نحكي عنه هل صحيح خساره الوزن بعد سن بطيء جدا ماذا عن اتباع ماذا عن اتباع نظام غذائي صحي وبدل او بذل مجهود بدني ورياضه اكيد ما هو هذا اللي بدنا نركز عليه عشان هيك عم بحكي في كثير ناس سيدات بيقولوا انا ما بحب اعمل رياضه او ما بحب بقول لهم اختاروا الرياضه اللي انتم بتحبوها ممكن يكون مشي مم ممكن يكون سباحه ممكن يكون شيء بنعمله حركه يوميه مم هاي كلها رح تساعدنا الرياضه الحلوه بس اي أيوة تغيير بنظام الحياه بده اكثر من مره يعني صح. بالعلم حتى لما صح. درسنا احنا بده تكرار وبده استمراريه لما تصير تكرر النظام الرياضي اللي عم تعمله او النظام الغذائي اصبر على القليله شهر صح. على الاقل بصير اشي بنظام حياتك بيصير صح. اشي بروتينك فبتتعود عليه فممكن يكون بطيء خاصه اذا كان عندنا شويه مشاكل صحيه ولكن مش مم. مستحيل نعم والناس بيصيروا بجربوا احكي لك انا جربت كل شيء ما زبط معي بجرب كل شيء نص ساعه آه. جرب لا في مرات كل نوع دايت وكل نوع مجربه يوم ما يعني بده الموضوع وقت هلأ عشان هيك عم بحكي الموضوع لازم يكون نفسي نشتغل على العقل الباطني يعني في سيدات اذا ثبت الوزن اسبوع بتتركي الحميه وبتاكل اكثر مم. بتصير بتقول ما انا مش نحفانة خليني اكل مع انه هذا بدها صبر كمان يمكن الاسبوع اللي بعده ممكن تنزل كمان نعم الوزن. نعم سؤال اخر من السيده ام محمد أه بتحكي صباح الخير هل, هل الهرمونات لها علاقه في قله الوزن علاقه في صحيح بهذا العمر يعني بهذا العمر اذا هيثم مثلا صار في عندنا سن الامل زي ما حكينا بقل افراز هرمون الاستروجين ممكن يرتفع هرمون الانسولين اذا كان في عندنا سمنه وسطيه او دهون في منطقه البطن ولكن زي ما حكينا بدنا هاي الامور بتساعدنا نفهم جسمنا ونشتغل نعم. على اساسه، نظام حياه مع مع اكل صحي، الاكثار من الخضار والفواكه، كثير من السيدات بينسوا الخضار والفواكه، هاي كثير إشي اساسي بنظامهم الغذائي، ما نعمل حميات قليله جدا بالسعرات الحراريه، لانه برضه بهذا العمر الجسم الميتابوليك ريت بقل، مم. ما ننسى انه الكتله العضليه بتكون اقل، بدنا نقويها، ليش بدنا نقويها؟ لانه لما ترتفع نعم. الكتله العضليه معدل الحرق رح يزيد. نعم، سؤال جديد كمان ناخذ من السوشيال ميديا. ارجوكي دكتوره امي فوق الخمسين وما نفع معها اي شيء كسر ثبات الوزن وهي تعاني من هشاشة العظام وقلق شديد وتوتر طول الوقت من الرجيم تقليل النشويات يصيبها بالإكتئاب. أبدا ما لازم نعم نحكي عن 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 أعراض المونوبوز صح؟ دكتوره هلا أكيد هاي من الأعراض اللي بتصير اللي هو انقطاع ال... هلا ما بعرف إذا عم تأخذ أدوية للإكتئاب بس أنا بقولهم في بعض الأشخاص ما بزبط يعملوا حمية قليلة جدا بالنشويات أو حميات زي كيتو مثلا. نعم. إنه هو أي شخص عنده إكتئاب. اي شخص عنده ثبات بنزول الوزن لازم يكسره بانه ياكل اقل اكثر لانه يعني في كثير ناس بياكلوا كميات كثير قليله آه برضو برضه هذا كثير بيأثر الاشخاص اللي زي ما حكينا بياخذوا مضادات الاكتئاب او عندهم توتر قله النشويات رح تزيد الاعراض عندهم نعم. فهي بتغيير نظام حياه او اذا هي عم تعمل نظام لحالها مم. تابع مع اخصائيه تقدر تساعدها يمكن مم. بدها دافع دكتور عفوا له دخل بالوضع النفسي في ناس لما يقطعوا سكر بتوتر وفي ناس لما يقطعوا كاربس بتوتر بصير في عندهم صح. آه قله النشويات بتعمل مثلا في كثير ناس عندهم مايجرين بقول لهم ابدا ما لازم تقطعوا نشويات لانه بدنا نعرف انه النشويات هي بتعطينا الجلوكوز، والجلوكوز هو المصدر الاساسي للطاقة للدماغ م. والأعصاب، إذا أنت ما بتاخذه الجسم رح يضطر يستخدم مصادر ثانية بس هون بتبدأ أعراض الصداع والتعب والإرهاق، فللأشخاص اللي عندهم مايجرين أو اكتئاب أو مشاكل عصبية أو الزهايمر أو أي مشاكل بتخص الدماغ ما لازم نبعد عن النشويات تماماً، بنغير نوع النشويات وبنقلل الكمية ولكن ما بنلغيها. تمام، <applause> <applause> 100%، ناخذ كمان سؤال. <applause> ما سبب, آه سبب, سبب ارتفاع الدهون بالجسم الحشوية الحشوية والعادية وزيادة السوائل أوكي هلأ الأسباب عدة أول إشي قلة الحركة زي ما حكينا في مشاكل هرمونية إذا نعم. كان عندك مشكلة بالغدة مش منظمة الغدة الدرقية ما بتاخدي أدوية مش منظمة عندنا مقاومة إنسولين مقاومة الإنسولين شو بتعمل أو اللي هي بدايات سكر مع زيادة الوزن لما يرتفع هرمون الإنسولين بيزيد الشعور بالجوع بيزيد الشهوة للأكل ومعظم الأشخاص لما يجوعوا رح يصيروا بيحبوا إشي حلو يأكلوا نعم. هذا بيأثر فعشان هيك احنا بندخل الالياف دائما بكل وجبه بالنظام الغذائي لانه بدنا نعرف انه الالياف زي الخضار، الالياف بتقلل من افراغ المعده السريع للطعام وبالتالي بتقلل من انه يرتفع السكر في الدم بشكل كثير كبير بعدين يرجع ينزل. نعم لما ندخل خضره بكل وجبه خلي السكر في الدم يطلع تدريجيا هذا بيساعدك تتحكمي بالشهيه، تشعري بالشبع لفتره اطول وتقدري تنزلي وزنك بطريقه جميل عائلة. جميل جدا، ممتاز دكتوره ناخذ كمان يال. سؤال مرحبا ما هي العوامل التي تؤدي الى زياده الوزن بعد الاربعين ما هي الحميه المناسبه لاتباع آه، تبعها لخساره الوزن بتوقع كل شيء عم جاوبنا عنه نعم. الحميه المناسبه بدها تكون حميه غنيه بالخضار والفواكه نركز نعم. فيها على الحركه كميه منيحه من البروتين عشان يصير في عنا شبع وزياده ما يكون في عنا شعور بالجوع المستمر ما ننسى الخضار ندخلهم بكل وجبه اساسيه وزي ما حكينا ما نتبع حميات قليله جدا بالسعرات لانه هاي بتقلل من معدل الحرق بتخلي الجسم يثبت على وزن يعني صعب انه يكسره فهاي كلها عوامل بتاثر على هذا الشيء غير انه التغيرات الهرمونيه وتغيرات بجسم المراه اللي بتصير ممكن نعم. بعد عمر الأربعين نعم دكتورة بدنا نحكي بس عن التمرين بالمقاومة آه. كتير صح كثير مهم وبجوز في بلدنا خصوصا جوز السيدات فوق الأربعين وأيضا الرجال أحيانا يعني بنغفله أو أحيانا ما بنحس أنه إشي مهم صح. مش إشي بثقافتنا بشكل عام مش إشي يعني موجود بحياتنا بشكل عام ممكن السيدات فوق الأربعين يعني أكثر إشي ممكن يمشوا ولكن أيضا تمارين المقاومة لزيادة المصل العضلية. أو العضلية إشي كثير مهم شو رأيك؟ طبعا. هلا احنا الـ الـ المشي اكيد كارديو مفيد لصحه القلب آآ آآ نقلل من الدهنيات نقلل من نسبه السكر في الدم ولكن تمارين المقاومه زي ما حكيت انه نقوي شوي عضلاتنا مش ضروري نحمل اثقال كثير كبيره طبعا بس هذا كله بيساعد مع النظام الغذائي نحافظ إن إن على الكتله العضليه او نزيدها شوي لما نحافظ على الكتله العضليه معدل الحرق راح يكون احسن وتؤدي لزياده عدم زياده في الوزن جميل جدا بتشكرك دكتوره بتمنى لك عطلة نهايه اسبوع أكيد. للجميع يعطيك العافيه اهلا وسهلا